اسمع هذاك بو سفيان اسمع. انا غير لافونتاج ديال مين تنسب راه ما نعش عيني في عباد الله والجمهور نشوف فيهم ولا نتعد معاهم ما يمكنش. عادي هذا هو الجمهور يعني مره كيصفق عليك ومره كيشجعك فهمتي يعني حتى هو كيكعاو كيتقلق ولكن عادي هذاك هو الجمهور يعني بالنسبه لي انا ما دارش شي حاجه اللي كانت خايبه ولا شي حاجه يعني مره كيصفر عليك كما قلت لك. انا الاكثر الجمهور اللي قريب ليا تقريبا هو جمهور الوداد لان داكشي اللي دوزت معاهم والالقاب اللي ديت معاهم بالحكم ديالي انا ودادي هما هاد اللاعبين اللي كيلعبوا دابا ولا اللعاب اللي غيجيو من وراهم. اللاعب يحترم الجمهور بالفعل فهمتي قاعدة واحدة في كرة القدم عادي فاللاعب الجمهور إلا ما كانش كيبغي داك اللاعب راه ما غاديش ينتقد فبالفعل فانتقادات عادية في داخل رقعة الملعب ولكن الجمهور دويدة ديال انتقدني ولا قال لي شي حاجة ماشي هذيك لا كنتقبلها وتعجبني حيت هو الجمهور تيشوف بالعكس يقول لي الأخطاء اللي تندير بالنسبة ليا كناخذها بشكل إيجابي أي لاعب في العالم كي خليو معكم شي لايك وشير وسبسكرايب وفعل الجرس باش يوصلك كل جديد.